مسيهم بالخير. يا هلا يا مرحبا. والله يا جانوم جانوم انت مجنون. اني مدري انا الطائف ولا فملج ولا ينبع ولا ما عاد ادري من نفيد. اعوذ بالله. سهرنا والسهر شيء الحين. هالحين صح صحنا يا من الخير ونبن نكمل رحلتنا. يبغى لنا ان شاء الله 5 ساعات تقريبا على بال ما نصل الطائف، لكن على هم عونتهم بالله. ما مشى الليل ابرك ما مشى النهار. الليل الله يطوي على الارض يهون السفره والجو بارد ولا في عجه يتحجج بها مخلد يهدي او بيقف وسط الخط اقدر اسبق على رجلي. يا الرجل ثقل عجه غبار بطن الموتر ظهر الموتر. بسم الله خلينا ندورهم ونفلح. توكلنا على الله. شبعت نوم؟ اعطيتها انا اكلت تراب. لا لا الله يجعلها لك. انا على السرير. الله يجعلها لك ان شاء الله. سالف ترى تجنوب يابا المقام ما ادري وين المقام. ابو ساره. الباب هلا. صح النوم؟ صح. بدان كان الساعه 7 صاحي. ما شاء الله تبارك الله. قلت معنا 20 مين هذا؟ يبي يقوم بدري سي. يقوم بدري. لا مدري هلا. ضاعت ضاعت علومه مع الرطوبه. والحاصل اخرنا لا والله هلا عطل الركب طانون. طانون. وليا شتى قالب بلبس وصلي اللي ما كان ابن اللي لنو ويشدون من عجلهم حتى الدبش ما يثلي ما يثلي قبل تجر يبدي عليهم يصلون وذا نطبع الجدود متخلي. والله ما تعيد ما في سب ولا ما تعرف. انت متى صحيت يا سيد؟ والله اني صاحي 7:55 والله العلي العظيم انا صاحي اول واحد فيكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما اختار لنا السمك انا ما اعرف ابو انت ويش؟ ما اعرف السمك. انت ما تعرف السمك؟ لا حرام. ما شاء الله تطلق واللي ينقي سمك واللي ينقي جمبري انا والله ما اعرف له. بس فك ذني حمراء هذا حق اليوم هذا حق قبل امس. والجمبري الله يديم النعمه الله يديم النعمه. انا عندي حساسيه اذا شفته بس قمت جاني شباب قبل يمكن 7 سنوات واروح انا وياهم الجده. يجوني في مكه كنت في مكه شقة عزاب جالس واركب معاهم الجده ونروح مطعم في جده ويطلبون قمبري ما اعرف القمبري ولا قد شفته. المهم يوم جابوا لي شنباته وهذا تدري قال قمبري واكل جوعان انا ما تغديت اطيح. الصحن الاول الصحن الثاني خلص من جدة ينزلوني في شقتي في مكة. جت الساعة 12 درجة الحرارة عندي 42 وأنا ما أدري أنا وين وأدخل أبى أتروش وأنصرع في الحمام ساعتين.